قول الدكتورة نوال، أنا أختلف معها في الآتي. هي قالت إنها درست الأديان وهي سن 7 سنين، يبدو إن سن 7 سنين صعب إن الواحد يعني يستوعب الأمور. أنا عايز أقول الدكتورة نوال كمفروض تسأل أهل الذكر. أنا سمعت مرة من الدكتورة نوال في مؤتمر من المؤتمرات تقول ليه ربنا يتوب على آدم وما يتوبش على حواء؟ كبين إن ربنا متحيز للذكر ضد الأنثى. لو هي قرأت القرآن اللي بتقول حفظته 40 مرة وعرفت ان القرآن بيقول ان الذي نسي ولم نجد له عزما والذي وقع في الغواية هو آدم وليس حواء، يعني اللي ارتكب الخطيئة آدم ولما تاب الله عليه، يبقى اذا انا عايز اقول الآراء التي تصدم الناس هي ثمرة لعدم معرفة بحقائق الدين. ولذلك انا عايز اناقش النقط اللي جات. لما هي قالت ان الميراث، ليه المرأة تبقى تاخد النصف ولا تاخدش زي الرجل وهي خرجت الى العمل وبتتحمل واولا؟ الكلام ده قاله نصر ابو زيد وقاله كثير من الناس. اكذوبة اكذوبة يقع فيها حتى كثير من علماء الاسلام ان المرأة في الميراث على النصف من الرجل. هذا كذب. ليه؟ معايير التفاوت في الميراث في الإسلام، فلسفة الميراث لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق. المتوفى لما بيتوفى ويترك بنت وأم وأب، البنت بتاخد النص والأم بتاخد التم، طب ما هي دي أنثى ودي أنثى. الأب بياخد أقل من البنت، يعني البنت ولو رضيعة تاخد أكثر. لما يبقوا في بنتين ياخدوا تلتين التركة، ولو فيه 40 ذكر يتقسموا في تلتين. اما ايه معايير الميراث في الاسلام؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله للناس، لانه الناس مش فاهمه، وعايزين في كثير من الاسلاميين ما هم مش فاهمين. اول معيار هو درجه القرابه، كل ما كانت درجه القرابه اكتر كل ما كان نصيب الواحد في الميراث اكتر. المعيار الثاني، ودي حكمه لما الواحد يعرفها يعرف حكمه ربنا سبحانه وتعالى، موقع الجيل الوارث. كل ما كان الجيل الوارث صغير في السن يستقبل الحياة، كل ما يبقى نصيبه في الميراث أكبر. وذلك الإب يرث أكثر من الأب، طب ما هو ده ذكر وده ذكر، لكن ده لأنه هيحمل أعباء حياة وده بيولي من الحياة. الحالة الوحيدة اللي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين لما يبقى فيه اتفاق في درجة القرابة واتفاق في موقع الجيل الوارث من المتوفى، والفارق هو في العبء المالي. وذلك القرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال في أولادكم. الكتاب ده فيه جداول دراسة ميدانية لكل حالات الميراث في الإسلام. المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة، وهي ترث نصف الرجل في 4 حالات. ده فلسفة الميراث في الإسلام. نيجي لقضية الحج. الدكتورة نوال قالت إن الحج ما ليس جديدا. هذا عظيم. التوحيد ليس جديدا، صحيح. الإسلام جاء مصدقا لما بين يديه. في شرائع كانت موجودة في الجاهلية دخلت في الشريعة الإسلامية. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسب. إذا كون الحج ليس فيه أشياء ليست جديدة، ده أنا عايز أقول عظمة الإسلام إن يجعل قبلة الأمة الخاتمة أول بيت وضع للناس عشان يبقى وحدة الدين. ملة خاتم الأنبياء تحيي مناسك ملة أبي الأنبياء إبراهيم. ده دي حكمة، يعني أنا عايز أقول دي ميزة للإسلام لا يصنعها سوى الإسلام. لو سألت الدكتورة نوال كانت فهمت هذا.